يلي بده يتحدى هي الحارة من قدى في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدى. ما قدرت اتحمل انك تتركني. انتي مجنونة. مجنونة فيك. انتي مجنونة. مجنونة لأنه بدي اياك. وحياة ربي مجنونة. معتز. معتز انا بحبك. معتز تعال هون. بغضب عليك ليوم الدين اذا بتفوت على هالبنت بدون ما تكون كاتب كتابك عليها، فهمان؟ روح من وشي، روح اتحرك. وانتي ما بجوز تفوتي معتز عليكي، هو مو حلالي، نحن بيت ابو عصام، فهمتي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. خير خير خير. شوفي ما
الوالدة عطتك عمرها. شلون تريد أخي بسام؟ والله أنا هيك يعني مالي بالصدفة والله ما يعني وهيك والله الحمد لله الحمد لله مثل ما بتقول الآية القرآنية كل نفس ذائقة الموت. نعمل لكم إن شاء الله. الله يسلمك. والله ما بتقول بخير أبو إسامة. سلامة راسكم الله يعودكم خير إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل 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 تفضل. السلام عليكم. السلام. والله شغلت اللي بالي. كمل سهرة ما تيت قولي على قامتي ان شاء الله. قولي علي شو هالخبرية يا لطيف؟ وانت كيف رحت لعنده؟ رحت اخذت الشيء لعنده، كنت رايح لعنده حتى اخبره وطمنه انه بنته عنا ومن على الباب. حرام يا حرام بدل ما طمنوا رحنا حزينا رزق. لا حول ولا قوة الا بالله. اي والله لا حول ولا قوة الا بالله. وشفت معتز؟ معتز ولك اخ شو بكي براع؟ الوقت اللي جيت وشك مخطوف شو في؟ ما في شيء ما في شيء. لك شلون ما في شيء؟ بعدين عرفتي لي عمي ومرت عمي ليش ما اجوا امبارح؟ ايه امي كانت مريضه وابي علي كان مرضان. ودلال وجميله وعصام ومعتز ونسوانهم كلهم كانوا مخستكين بفرد ليله. شبك سعيد؟ ليش هيك عم تحكي عن اهلي؟ بوران احكي شوفي. ما في شيء. بعدين شو قصته اخوكي معتز؟ ما في الا نازل خناق بهالعالم يا ارض شتدي ما حدا قدي. لك شو بو؟ يا على قامتي عليه الله يعينه ويحمل معه إلهي. الله يعينه ويحمل معه إلهي. والله بسمعك عم تحكي هيك بكون عنده 10 أولاد وما عم بيلحق لهم. هلا ما رح أحكي معك، بكرة الصبح بنحكي عربة ورح تقولي لي شو في. عم تفهمي علي؟ رح تقولي لي شو في. قومي تفيد الضوء بدي نام. تحركي. حاضر. خالتي روحي لعنا على البيت اطمني لي عن امي. لك يا حبيبتي كيف بدي اروح لعندكم على البيت وانت قاعده عندي هون واخذ واعطي مع اهلك وكانه مو صاير شيء؟ بترضي لي اياها انت؟ انا بس بدي اياك تطمني لي عنها ما بدي شيء. هي مرتاحه وقلبي قايل لي انه رضياني عليكي. بعدين انا بعدين اعتبريني مثل امك. مو انت بتحبي معتز؟ لازم تحبيني عم حبته. بسم الله الرحمن الرحيم.
يمدن بلش انا موش بلش بالميوت. شلون شكله بنت عمي؟ شو لون شعراته؟ فاتح مثل هالسوس؟ اكيد حلو. استغفر الله استغفر الله العظيم، ما بيجوز ما بيجوز هيك احكي عنه واستغربها بعدين، هي عرضي انا ما بصير احكي عنه، بصير حلال. يا لطيف على هداك اليوم وقت راح يجي. أهلين أمير بعصام. أهلين أمير بعصام. أبي هيا لا أنت صار لها خبر بالقصة وفهمتها وعرفتها، أنا جاي بدي لك كلمتين، بدي ردهم منك هلا وبدي رد رجال وأنت رجال، بدنا نطويها وما بدنا نخبر حدا. ليش بنقدر نخبر حدا عمي؟ في حدا بيشتري الفضيحة؟ حبيبك حبيبك ما بدنا القصة تكبر، يعني غير شي كبيرة والله كبيرة. مالح كبر عمي بعصام مالح كبر، بس بتخلي معتز يطلق خيري لأنه إذا بيشوف نجوم الظهر ما رح يشوف ضفرة. واحد الله بني واحد الله. من يوم يومنا عمي من واحد الله، من يوم يومنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اشرب من النبس الكاسه بفز، بتصير بتحس وبتقول اهلين عمي ابو حاتم، حبك حبك مثل البرغه الزوم بقلبي عم يتحركش. اهلين بالنبس. هلا والله حي الله. ايه والله ولعيونك شدادي لا مغوينا. قل لي شو شغلك؟ الحمد لله من الله بخير. خير خير. بدي دوقه دمع السوس، ما صارت بالشام كلها يا ترى. يا ترى شوف بلا شاي. ها سوس لشوف. على عيني عمي يا بحاتي يا عيني يا عيني. سوري. قول ما شاء الله وصلي على النبي. ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله محل ما يسر يمري. اعمل لك شو بعد ولا؟ سوس؟ لك شو هاد حاطط له؟ لك حاطط له ملح؟ ملح حاطط له؟ ملح شو ملح؟ لك شو هاد؟ لك طعمته ملح على فلفل على طرار الصفر اللي انت عاك. شو عم تحكي؟ لك ملح دايقه انت ملح دايقه؟ اه دوق بايدك لوقه لشوف. انا دوقه؟ بايدك عم يدوقه؟ لك طرار الصفر روح دوقه انت. اه يا خلص دوقه دوقه والله دوقه. هاد شو هاد؟ شو الشرقي ده؟ مين عاملهم؟ ما بعرف مين عاملهم، مو انت اللي عاملهم؟ اه عم تبيعهم وما بتعرف طعمتهم؟ ملح دايقهم؟ طيبين ضد ربي هالكسم روح من وروح رايح الله يسامحك. وين بدنا ننفق انا هدول؟ يلا فهمت عليك عن اذنك، اكيد عرفتي شو بدك تعملي امزكي. لك 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 من عيني هي قبل هي. بس وين خريه؟ خريه حردانه ببيت اهلها. يوه يبعث لي حمى. ليش حردانه؟ لك متناقرة هي ومعتزة شوي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحيح عصام، ليش ما رحتي على كتب كتاب هدية؟ والله ما بعرف يا أمزكي، والله ما بعرف، انشغلنا وأصلا أنا لهلأ ما رحت باركت لها. معقول؟ معقول ليش مو معقول؟ مشغولين وبعدنا مشغولين. شو أم عصام؟ والله ما لي شايفة شي، بشو مشغولة؟
خلصنا امزكي خلصنا، قلت لك مشغولين يعني مشغولين. طيب طيب يلا خاطرك خلصنا. اوعك تنسي تروحي لعند فايزة وتشوفي شو بدها. لا خلص رح اروح لعند فايزة وتشوف شو بدها. يلا الله يعطيك العافية زكي. يلا الله يعافيك معلم. شو خليت عندك جوا؟ ضل عندي بحساب 5 برغل أحمر و5 برغل خشبي و5 حنطة. اسمع مني وهاتون. أبراشي لا جنني الله يرضى عليك، خليلي شوية بضاعة بالبايكة على عيون العالم. لك كلها جمعة زمان وبإذن الله بخليك تقب على وش الدنيا، بس هاتون. يا أخي هاي الطنبر قدامك مليان، خود هالحمل هذا وروح ترزق فيه. عمي اسمع مني، اعطيني اياهم قشة لفة وبخليك تقب على وش الدنيا. اسمع مني شو بدك يعني فضي البايكة كلياتها يعني؟ الله يرضى عليك لا تعصبني. طيب طيب خلص مثل ما بدك ابكرم، احلى ابكرم بالدنيا. يلا على راسي. يلا ميسر عمي ميسر. يلا السلام عليكم. الله يعطيكم العافية. يلا امشي عمي امشي. يلا الله يتمم معنا على خير وتربح معنا هالتجرة. والله حاجتي حلي بقى افتح شغل لحالي. وعصام بدي أعرف، نحن مالنا أولاد اليوم، نحن 10 عمر وأهل. شبك شو شاغل بالك؟ والله حمل تقيل يا أبو حاتم، حمل تقيل تقيل. والله ما أعرف شو بدي أحكي لك. لا أحكي لك. لك أخي أحكي فضفض. لما جيت قلت لك أبو ظافر شو حكى؟ ما حكيت شيء، طلعت فيني هيك وما جاوبت. شو ما بجي بحكي معك بتطلع فيني هيك وما بتجاوب. اقول شو في شبك؟ والله صبير صبير كتير كتير. هات لنشوف. تفضل هيا عم نسمعك. نعم بنته لا بنته الحكيم موسى. والله يا خالتي امزكي انا هون مو ناقصني شيء، بس انا زعلانه لانه ابي ميبس راسه. اخي يحيى كل يوم عم يحكي معه بس ما في نتيجه. بس لازم تحكوا معه، ما بيصير ما بيصير، لازم تحكوا معه لانه يلي عمله ابو النار ما حد عمله بالحاره. ايه خالتي مزكي بعرف، بس هذا بضم ابي ما فيني اطلع عن شعره، يغضب علي بعدين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قولي لي فايزه لازمك شيء؟ بدك شيء امي؟ لا ما بدي الا سلامتك خالتي مزكي، شكرا كثير لجيتك. طيب يا حبيبتي انا رايحه، ان شاء الله بتقومي بالسلامه يا حق. الله يسلمك ويخلي لنا ياكي. مثل ما فهمتك ما بدي ارجع كرك عليك. عمرك يا ابي لازمك شي غيره؟ لا سلامتك بس لا تعوض. عمرك السلام عليكم. وعليكم السلام. تدعي لي جمعة. أحلين برجال اشرب روقنا كاشي يدوقنا وصوتك سمعنا. آه يا سلام تعهد لك كاسة طاشش قلبي. عمرك عمي أبو ظافر اشرب لك دمعة صوتك سمعنا. يا عمي أبو ظافر لك شو بسبع الكارات كمان بياع رؤسوس؟ والله يا عمي أبظافي بده يعيش بده يسعى يوكو تعلم هاي مني. تعلم العصي على جنابك. الله يخليك ياكو تعيش وتقول شاب شاب. ما حيطلع صوتها دمعة. الله لا يوفقك، إن شاء الله بدمع عيونك على هيك دمعة تضرب أنت والشربة. شبك شبك أنت بتكون مالك مخبط ثمة تعقعوا والله عليك بدق الياهون. هذا عمي أبظافي ما بيحكي الحق. تعال شوفك بيجي عراشك والنبي كباس لك شراب. قول شلو ما شاء الله حوله. لك وحدة تانية مو والله إياك أخي أنت مزوي بتفهم يا قرني أنا اللي بيفهمه. شرب لك وحدة تانية لشوفها كب رح لحق لك صحن ما شاء الله ما عمل حلو. يخجل العين الله يكترك. حطها 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 تحت حطها روح روح شايفها. ليش قلت له لأبو حاتم ابن عمي؟ ما قدرت ما قلت له والله ما قدرت. والله رح تجيني مقطع مع فضل اسالك سؤال. بعيد الشر عن قلبك. لازم احكي شو اعمل مكان؟ ضل هيك جايب الفرج جنبي هيك كاتم بقلبي يعني؟ لك اخبار ريت الحاره لازم تضرب القصه وكله لازم يشوروا علي. شو احكي لاخوك ابو قاسم يعني بتعرف حالاته؟ ما لقيت غير بوش ابو حاتم. طيب شو رح يعمل ابو حاتم؟ قال بده يحكي مع معتز يمكن، والله ما بعرف ما بعرف. شو بده يقول له؟ خلصنا بقى سؤال، ان شاء الله خلصنا ايه؟ والله ماني ناقص انا. خلصنا لك ما قدرت احكي معه امبارح. لك جمدت هيك فرج جنبي ما عاد طلع معي شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله على المصيبة. لا حول ولا قوة. والله ما عاد فيني يعني مس. شراب شراب شو ما عاد فيني؟ مش ما بيقولوا شرب رجال على قد في حالها يا كان. قلت رجال؟ خب
ما عاد بدي ما عاد بدي والله بقيت عيني جمعه والله بقيت وين بقيت راح تشرب بدي غيرك ابي خلصنا نفعنا حاسبنا على شو بدي حاسبه نفعنا خلصنا كل شيء وصارت ما شاء الله قاعود اسفنجه بغب السوس غب هلا قاعود شرب السوسات كلهم ما خلوا ولا نقطه وإذا بيبقى بيغب هيك وحياة الخالق وما يفارقوا مسيك ودرمي المنخل ويخلينا ياك يا كبير اي والله حي الله هلا والله احلى عمي ابو صافي اضوي نمس اضوي يا ناصي ابشر بهي بقى لك الروشي يسمني هالصوت العالي يا كبير السلام عليكم الله معك ما بيصير يا بنتي ما بيصير تعلي صوتك على جوزك هذا اسمه عيب يا حبيبتي تفضلت عمزتي اللي صار بس لازم ترجعي لبيتك قومي بوديكي لطريقي مشان ادرك قومي شو تاخديها ما تاخديها خالتي ما بتطلع من هون لايلي خاطر دخيلك اسكتي انت ما دخلك انا لي موني على خاطري بقلبي ما رح روح يعني ما رح روح لا خالتي امزكي معلش ما بتطلع من هون لتاخذ شر اخوها خاطر شو بكي خالتي امزكي شو بكي طيب بدي اسالكم ليش ما رحتوا على كتب كتاب هديه يعني والله ما بعرف شو بدي اقول لك بس بيت عمي ما راحوا مو ظابطة اني روح لحالي ها هيك لك اصبح بيت عمك اصلا ما راحوا مو والله ما بعرف يا خالتي امسكي ما بعرف يا لعيونك باين عليكي ما بدك تحكي ولا كلمه قارحة طول عمرك قارحة العالم بلشت تحكي يا بي أمه لموريس مو تاركة مرة بالحارة وما قالت له إنه سارة ما كانت بالعزاء بعرف وما بعرف شو بدي ساوي النسوان كلها حكيت السيرة طشت بالحارة فضحنا خيرية كمان حبراني بس ما رضيت تقلي ليش ابدا وانا قلبي زعلان من جوا على بيت ابو عصام لانه يا حرام ام كنا عين مصابته فايزة عند ابوها وخيرية حبراني عند اخوها لك ما عرفتي لي ليش امزكي ما قدرت اعرف شي بنوب بنوب الله يصلحك يا امزكي ليش ما عرفتي لك يا اختي بيت ابو عصام في سر غميق كبير ماله قرار ما حدا عم يقدر يعرفه بنوب بنوب ايه بس انا لازم اعرفه ما بقدر هيك يا امزكي مو مشان شي يعني يا حبيبتي طولي بالك يا خبر بفلوس بكره ببلاش روي لا امزكي الله يخليكي بدي اطمن عليهم انت بس جيبي لي الخبر والك ليره الذهب ليره ذهب لك بخدمك بعيوني والله ايه ها الله يخلينا ياك يا عمزة وانت يا حق يا بنتي خير يا ابي حسستك مو على بعضك في شيء لا ما في شيء والله شغلت لي بالي يا ابي انا بعرفك منيح طمني ليكون صاير شيء مو منيح لا سمح الله لا يا بنتي قلت لك ما في شيء مملي لي كذا شاي روحي حسه يا ابي بس لشوف مين يلا مين انا عبدو اختي افتحي يلا دكي شلون الشغل عبدو؟ الحمد لله عمي الحمد لله الشغل عال العال خير عمي بك شي؟ لا ما في شي روح ناديله لمعتز روح معتز خير شو صاير؟ لا ما في شي روح ناديله انت روح ايه على راسي عبدو اللي عمي جهزت الدفاتر؟ دفاتر شو؟ دفاتر تبع جرد نص السنة مو كل سنة بنعمل جرد؟ ايه هدول الدفاتر عمي لا تواخذني قبل 25 يوم بيكونوا جاهزين ما في كلام ايوه
قولوا نادي لهم اعتذروا. على راسي على راسي. يلا يلا يلا. لك ليش ما خبرتني؟ لك نسيم؟ لك ليش؟ لك مو عصاص نحن اصحاب؟ لك ليش هيك عملت؟ شو بدي خبرك يا موريس؟ شو بدي خبرك؟ لك انه اختي هربت. ايه لازم تقلي، لانه انا ما راح اوقف ضحى بين الحارات. على قليله كنت طلعت انا وياك دورنا عليها. لك ما تركنا قرني ما دورنا عليها فيها، وهمنا نلاقيها. وين خالتي ام نسيم الله يرحمها؟ ما قالت لك شيء؟ ما حسستك بشيء؟ ما حكت شيء. الله يرحمك يا امي. الله يرحمك يا امي. شو ما عليك يا نمس؟ يا عيب شو ما عليك؟ حرمت من الرجال رايحة جاي رايحة جاي، وانت عاملية فيها سلطان ووالي وباشا، وراح ترجع الهدايا؟ لك شبك انت التاني كمان، طول بالك علي. لشكي كل الدنيا تطربعت فوق راسي، وكأن ما في غير راس النمس تطربع فوقه. بطلع طلوع بتنزل نزول، بطلع نزول بتنزل طلوع. شو اعمل انا؟ يا عدمي هن كانوا بدهم يشوفوك، بس خلص يعني مثل ما بدك انت هيك بدك ماشي. الحق بتحكي يا بدو؟ طب زين شوفوني؟ ايه معلوم لك، بس يعني نحن هلا ما عاد فينا نعمل شيء، لانه انت ما عم تشتغل شيء، ما بنقدر نكتب على الجماعه. طب طول بالك طول بالك يا ابو جر يا حبيبنا. شو بدنا؟ اخي من الشغل انا اللي بشتغل شباب كيف؟ شو ما بتعرفني انا اليوم؟ والله شو بدك تشتغل؟ تعال شوف ربي تعال. شو؟ شفت انا معتز؟ عمي ما تركت مطرح وما دورت عليه ما كنت لاقي. ولا قوة إلا بالله. وينها؟ خليك مفتح عيونك، بدي لاقيه. ما في كلام. يلا السلام عليكم. السلام. السلام عليكم عمي. أهلا يا سمورين. تفضل تفضل. نعم فوت. هون هون شوف هون. شو بتشرب سماو؟ أنا ما بدي أشرب شيء. شو ما بتشرب شيء؟ ليش ما بدك تشرب شيء؟ مالي نفس. والله مالي نفس. عمي أبو حاتم بدي أسألك سؤال. هلال ما عاد بين على الحارة بعد هذيك القصة؟ لا ما عاد بيان،
سمعوا؟ انت ليش عم تسأل؟ ما في شيء عمي، بس انا توغوشت بعد القصة اللي قلنا اياها محمود الله يرحمه. ايوه، انه بيعرفوا معي؟ ايه عمي. سمعوا؟ بتروح على دوما وبتسأل عليه؟ ايه عمي بروح، ليش لحتى ما اروح؟ شوف سمعوا، انا كنت بدي روح بس بتعرف انضربت رجلي ما عاد اقدر امشي، وعبده يا بالبالكي يا بالحمام ما بيقدر يروح. لا يكلك فكرة عمي، أنا بكرة بحمل حالي وبروح على دوما بسأل عليه. توصينا شيء؟ لا لا، روح أنت والله يرضى عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا رجال. الله معك. سمعوا، الله معك. الله معه. أي خاطر؟ ما حتحكي لي شباب؟ ما في شيء. شو ما في شيء؟ ما بعرفك أنا؟ طلع فيني شباب. أبو حسن قلت لك ما في شيء، بس يمكن هيك بيئة خلق. بيئة خلق؟ ماشي. أنت منتبه معي معتز؟ له فترة ما بيان بالحارة. لك ينباع بالعزاء. واحد عواطلي قاعد لا شغلة ولا عملي. شو بخ؟ شو بخاطير؟ ليش هيك عم تحكي عن معتز؟ هذا أبو حسن، شلون بدك يعني أحكي عليه؟ واحد قاعد لا شغله ولا عملي، شلون احكي عنه؟ وفوق كل هالشيء ابوه متجوز وحده عوانيه. لك شو هالعيله اللي كانت مخباية بحالها؟ والله ما عم صدق شو عم اسمع. انت عم تحكي هيك عن عمي ابو عصام؟ لازم نحكي شيء، لازم نحكي. شو ابو عصام وشو معتز؟ واحد غاب غاب علينا ورجع متجوز وحده فرنساويه، فوق كل هالشيء كمان طلعت عوانيه. واحد حامل على راسنا عديد ولا بيحل ولا بيربط. شوفت عينك الحاره قايمه مو قاعده. بتعرف شو؟ الله يهدي بالك أحسن شيء. ما خلصت الشاي؟ مساء الخير. مساء الخير يا سلام. هلا انتو امتى بكن تولدوا؟ امتى؟ احسسني قلبي صلكن 90 شهر حبالة. وعلى شو مستعجل ابن عمي؟ لساتنا بالشهر السابع. ايه بالشهر السابع، بعيننا الله للشهر التاسع. هدى قومي اعملي عشاء. ليش ابن عمي؟ ما نحن متفقين انه الدور اليوم على اللطفية. ايه والله مزبوط مزبوط الحكي، ليش الكذب بتدور على لطفية؟ شبك؟ امي انتي معي ولا علي؟ هلا لا تاخذوا تعطوا كثير، الدور عليكي، بس انا بدي هدى تعمل عشاء. هيك اخو مراي شيء، قومي اعملي عشاء. يلا. ايه مو امرك ابن عمي. يلا تحركي. يلا ابن عمي يلا. الله يقومك بالسلامة يا رب. سعاد سعاد تعي يا بنتي. تعي لقلك تعي. ايه هاتي لشوف شو عملت لك خالتك هدى لحتى حاططيها براسي. ما عملت لي شيء. لا ستي عملت لك. احكي احكي لشوف. لانه إيه؟ ما لفت لي عروسة زيت وزعتر. إيه لا شو هالحكي هاد العمى، عن جد عم تحكي؟ ايه يا بي. إيه لا هي شغلة كبيرة ما بنسكت عليها. يخرب بيتك شو صايرة سلالة. أول شيء الله معك ميسرة. صباح الخير. سلامة. يعطيك العافية ابن عمي. لك الله يعافي قلبك يا رب. جميلة؟ ايه صحيح. بدي اسألك شغلة. شو بو معتز؟ شو بو معتز؟ لك قصدي ما عاد شفته بالحارة. وينه؟ لك شبكي؟ عم اقول لك ما عاد شفته بالحارة. في شي صاير له شي؟ مسكي شغلت لي بالي ابن عمي. هي. في شي صاير شي؟ هي هي علينا على هالسيرة. لا ما في شي، غلطت وسألتك. مرحبا يا بي. اهلا يا بي. عود
قلت لي شو مسكر الدكان؟ والله يا ابي ما بعرف شو بدي اقول لك، قلبي من العجور منجور، قاعد بهالبيت وشي بوش هالنسوان، ما عم بعرف شو بدي اعمل، ما عم بعرف شو بدي اسوي. لانك صاير مثلهم. عرفت؟ نحن ما بدنا حدا يدرى. وما بدنا نفتح تمنا هون هون. وبكره بتفتح الدكان مثل عادي، بتفتحها مثل عادي. فهمت؟ بنوش الضوء بتفتح. وما بنسكر، بدنا نترزق الله، بدنا نشتغل مثل عادي. فهمت؟ امرك يا ابي، امرك. لحوم شوف امي. روح شوف. عمي ابو حاتم اللي صار صار. خلص، القصة فصلت. إيش كان بدك؟ تشور علي شور؟ أنا جاهز. أنت بمقام أبي. أما إيش كان بدك يانا ناخذ ونعطي للصبح ما مخلص؟ لأنه أنا أساسا مليت. ضجت. أنا هي جيتي من حارة اليهود. وقفت على باب بيت الحكيم موسى. رفعت إيدي بدي دق الباب بيبست إيدي ما خطرت. لا ما خطرت. إذا بدك تشور علي شور. إذا ما بدك خذ لي طريق خليني أمشي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف ابني، أنا من طول عمري لما بشوفك بحس إنك أنت ابني. وأبوك له أفضال كتير على الحارة، وأنا ويا رب يعني سوا. بس أنا اللي مجنني هالشغلة هي اللي عملتها. هلا الشغلة هي ما راح تنحل إلا ما تكتب كتابك على البنت. وأبوك ما رح يوافق. تعرف ليش؟ لأنه الحكيم موسى صاحبه وراح لعنده مشان ياخذ موافقته. قام شو شاف هنيك؟ شاف أمه للبنت ميتة، ميتة من قهرها على بنتها. فهمت شو اللي صار؟ بعرف. طيب وهلا هالحكاية شلون بدها تنحل؟ أنا عم بسألك شلون بدها تنحل القصة؟ أنا بشوف إنه تروح أنت وتخبر. قلت لك، قلت لك أنا رحت بس ما غدرت، ما غدرت عمي أبو حاتم، ما غدرت. لك يا ابني، إذا دريو من حدا تاني بتصير فتنة إلى أول ما لآخر، بركي بتنحل بروحتك. والله إش كان علي، أنا بروح، بروح مرة تانية شو علي؟ بس برأيك رح تنحل؟ ما رح تنحل. ما رح تنحل؟ طيب رح أروح أنا. لا ما بخليك، بخاف عليك عمي أبو حاتم. رح أتكر على الله وروح، أحسن ما تصير مصيبة كبيرة. والله إذا كان هذا رأيك مصر، توكل على الله عمي، توكل على الله، الله يجزيك الخير. توكلنا على الله. شو جابك؟ شو بدك؟ مساء الخير يا أبي. شو بدك؟ كنت عند عمي أبو حاتي، قال لي إنه هو رايح لعند الحكيم موسى يخبره. قلت لحالي لأجي أخبرك. استناني عندك، واقف هون مثل المسمار لكمل وعيي جايك. لك أنت هيك شايف أخي أبو حاتي؟ إيه، الله هيك مورجيني إنه روح وأحكي مع الحكيم موسى. أخي بس هاي باكي القصة مطروشة، أهل حارته دريانين. لا هذا شيء تاني، بس يعني ما بظن انه الحكي واصلهم، لانه الحكايه كلها ما صار لها ثلاث ايام. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. خلص اخي، اتكل على الله، اتكل على الله وروح شوف شو الله بيصير. يلا اخي ابو حاتم اردفنا. يا الله يا كريم. يلا يلا يا عمو، حملوا حالهم وراحوا. شو القصة؟ عن حق يا عمو راحوا؟ اي والله. يا والله ما بعرف ابصر شو صاير معهم. يا عمي شوم يا ابن عمي، ليش هيك خليتهم يروحوا قبل ما يشربوا الشاي؟ اه ايه معلش معلش. ايه بس قلي شو صار معكم؟ لا ما صار شيء، بعدين بعدين بحكي لك. معلش يا اختي رح ارجع احكي معه. لا تعذب حالك، ابي وبعرفه رح يخليني هون. معقولي بيي طول عمره هيك ما بيسمع لحدا؟ ايه ابي ما بيساوي غير يلي براسه،
أخي أنا حابة أولد ببيت جوزي، يعني عصام ما ذنبه، ما ذنبه عصام، هو عمي اللي غلط. خلاص يا أختي، بوعدك اللي بدك إياه رح يصير، ما بدي أشوف ولا دمعة عم تنزل من عيونك. ها اشربي قهوتك هلا. يا موريس نزيب، أنا عرفت شغلي. شو عرفت؟ أنا عرفت مع مين هربت أختك سارة. سيبت صوتك لعب. تعال شوف احكي لي. أنا عرفت مع مين هربت أختك سارة. مع مين؟ هربت مع معتز ابنه الأب عصام. لك شو عم تحكي أنت؟ مثل ما عم قلك، أنا شفته كذا مرة رايح جاي هون عنا بالحارة. يا موريس تعال هون. نعم عم نسيم. أبو عصام وابنه معتز أشرف منك ومن أبوك. والله العظيم أنا شفته يا عمي. يا نسيم إيه شو يعني شفته؟ إجا لعندي زيارة. شو المشكلة؟ أنت شو مشك مع هذا الحناش؟ مع هالسماوي؟ ليش هيك عم تحكي علي يا عمي يا نسيم؟ ليش؟ إنك راس فتنة. طيب أنا راس فتنة، بس اسمعني للأخير، وإذا ما عجبك حديثي فيك تعمل فيني اللي بدك إياه. ما بدي أسمعك، ورب موسى إذا بسمعك مرة تانية. لا ورب موسى لا تسمعني مرة تانية يا عمي يا نسيم. اسمعوا يا أبي اسمعوا. مرة من المرات كنت ماشي بالحارة بالليل، قام شافني معتز، وقت شافني طلع فيني وتلبك وهرب. قام ساعتها اطلعت على الشباك، قام لقيت البرداية عم تتحرك. هذا اللي طلع معك؟ برداية عم تتحرك؟ ورب موسى قالت البرداية عم تتحرك. طعم بيتي ولا؟ طعم بيتي! عصام ليلة اللي اجى لعنا، شو اللي عرفه انه امي توفيت؟ كان جاي يشق علي. جاي يشق عليك؟ وهيك وبنص الليل؟ لو بده يشق عليك كان راح لعندك على الدكان يا ابي، ما بيجي على البيت. يا ابي بتتذكر لما معتز اجى لعنا بنص الليل بده بزر الهندي شعيري؟ ايه بتذكر. شو قصدك؟ شو قصدي؟ انت شو رايك بهالحكي؟ بدي اسالك، تذكر معي هلا معتز كم مرة اجى لعندك على الدكان؟ ولا مرة. ولا مرة؟ كل هالصدف الحلوة عم تصير عنا بالبيت وبتقلي معتز ماله علاقة؟ يا علي الحلال معتز اللي عاملها يا ابي معتز. بعد هيك ونسيت إلا انه معتز كان من شوي بالحارة، وشلون بدك تفهمها؟ فهم عمي عبد الرزيق، سارة بيت صاحبك. ياللي بده يتحدى هي الحارة من قدى، في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدى. I'm not the one who's running out of time.